الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب. النهارده برضو ان شاء الله عندنا ثلاث وصفات، منهم حاجه زي الحواوشي اللي حضراتكم طلبتوه، بس مش هيبقى بالخميره، بطريقه حلوه قوي وفي وفر برضو كويس قوي، حلوه قوي يعني هيعجبكم. اشتغلنا بعض اصناف الكفت كده، ان شاء الله النهارده هنعمل بفتيك باللحم المفرومه هيعجبكم جدا. عندي نوع الشعرية مفلفلة هنعملها برضو بصورة جميلة قوي هتعجبكم بإذن الله. ننزل بمقادير الشعرية كده مخرجتنا الرائعة ونشوف الدنيا فيها ايه وهنعمل ايه مع بعض. بيكون عندي نص كيلو شعرية، النوع ده من الشعرية حلو جدا، ممكن احط معاه فراخ، ممكن احط معاه قطع كفتة، قطع لحوم، اي حاجة انا عايز، ممكن احط معاه لحمة مفرومة. بيبقى من الحاجات الجميلة قوي اللي ممكن اغرف عليها طيور، اغرف عليها بط، اغرف عليها اي حاجة، تاخد بسلة وجزر، تاخد خضروات، من الحاجات الجميلة قوي. المقادير بتاعتنا عبارة عن نص كيلو من الشعرية، بيكون عندي بصلاية شرايح بالشكل دوت، بيكون عندي فلفل الوان شرايح، معلقة صغيرة قرفة، معلقة كبيرة صلصة، كوبايتين شوربة، معلقة كبيرة زيت وزبدة. تمام؟ تمام يا شيف. نقول المقادير تاني كده مع بعض. يبقى المقادير عبارة عن نص كيلو من الشعرية، بصلة شرايح، فلفل ألوان شرايح، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة كبيرة صلصة، كوبايتين شوربة، معلقة كبيرة زيت، ومعلقة كبيرة زبدة. الزبدة بتبقى نحطها بس على الوش. يلا بينا نشتغل، يلا بينا. أول حاجة بنعملها إيه يا عمورة يا حبيبي؟ أول حاجة بنعملها بنبدأ بالزيت نحمر الشعرية بتاعتنا كده، والزبدة دايماً أحطها في الآخر، بيبقى ليها طعم مميز لما نحطها على الرز. ما بحمرش أبداً الرز اللي عندي أو الرز اللي هو الأبيض أو أفلفله، ما يتفلفلش إلا بالزيت، ما يتفلفلش إلا بالزيت. بعد كده ببتدي ادي على الوش الزبده، بتديني طعم مميز. دايما الشعريه وانا شغال فيها تبقى ايديا فيها كده بالشكل ده، والشوربه نديها فرصه انها تغلي، ما انزلش ابدا على الشعريه بميه ساقعه عشان هتعجن، هتعجن لا محاله. فبنبتدي ان احنا يكون عندي يا شوربه يا ميه تكون مغليه على اساس ان انا اقسي بيها. ما انزلش بالخضروات الاول لان الخضروات بتنزل ميه، فبنزل الاول بالشعريه تبدا تتحمر معايا، واكون عامل حسابي ان الخضروات دي برضو فيها ميه، الخضروات اللي هي معايا ديت فيها ميه وان كان بسله او جزر. فلما اجي ادي كميه الشوربه بتاعتي اكون عامل حسابي كويس جدا ان الخضروات دي بتنزل ميه، ولما ادي ميه تبقى قليله شويه عشان الشعريه بتعجن بسرعه، فلما اجي اغرفها تكون مفلفله وما سيبهاش على النار فترة لأنها هي ما بتاخدش وقت في السوى. هننزل كده الزيت بتاعنا، وزي ما قلنا إنها لازم تكون الشوربة مغلية عندي، ونزود النار كده. في أفكار كتير للشعرية طبعا كلنا عارفينها، في الشعرية المفلفلة، بس دي ما بتستويش بالسكر زي ما اتفقنا. الشعرية بتستوي بتاخد السكر فيها، بعد كده سخونية الشعرية هي اللي بتخلي السكر يحن ويبتدي يسيح عليها. انما انا لو سقيتها اديتها السكر فيها فبتبتدي انها تجلد، او ان انا ابتدي اسقيها سيرب مثلا او ميه بسكر، بتبتدي الشعريه عندي تجلد وما تستويش معايا. ممكن تاخد مني لبن من الحفيش. الشعريه كمان الباكستانيه ممكن نستخدمها في بعض الاكلات اللي بتبقى مميزه جدا. خلينا كده واحدة واحدة كده، ولازم لما نحمر شعرية تكون ايديا فيها اول باول. تمام؟ تمام كده. ليه؟ لان الشعرية مش عايزينها تطلع لون ولون، حتى لما اجي اعملها في الرز تكون نفس الصورة، ان انا ادني ايديا فيها لغاية ما تاخد اللون كلها الواحد، وابدأ بعد كده انزل بالرز اللي عندي. طيب يلا بينا كده نشوف الدنيا فيها ايه هنا، وممكن نكسب وقت شوية. نبدأ نحور الخضار ده عندي هنا كده بالشكل ده. هات لنا كده يا شيفنا هنا. ونحور الخضار بتاعنا هنا بحيث ان انا مش لازم ان انا انزله هنا ويبدأ يتحور. هو المفروض طبعا
ان انا بعد ما بحمر الشعريه ببدا ان انا انزل بالخضار هنا معاها، لكن لو حبينا ان احنا نكسب وقت، لان ما بحبش ان انا اقف على الصنف فتره طويله، فبحب اكسب وقت. حتى لما كنا بنيجي نعمل الكبسه يا دوبك الفراخ بتاخد غلوتين او اللحمه، خش الفرن على طول او اغطيها. حتى لو كانت اللحمه عجوزه مني وهتاخد وقت، الضاني مثلا محتاج ساعه يستوي او ساعتين، باخده احطه في صينيه واغطي بفويل معاه 2 لوز شوربه كده، كبشتين شوربه، خش الفرن وابتدي اسوي الرز. بياخد الرز في حدود ساعه سوى الرز البسمتي، بياخد حتى لو كان منقوع برضه بياخد مني ساعه، ما يقلش عن ساعه سوى. بعد ما بيتشرب بهد عليه النار وبسيبه ساعه. طيب انا عندي عزومه او حاجه زي كده، ان شاء الله اسيبه ساعتين الرز الذهبي، انما الرز الابيض اللي هو البسمتي الابيض هو اللي دوت بعد ما يتشرب ما بياخدش وقت، ببتدي ان انا افصل عنه واشيله من على النار عشان ما يبقاش هريسه، ما يبقاش هريسه. اما الرزايه الذهبي فبتبقى جامده وبتتحمل معايا، ممكن اسيبها ساعتين مش على النار هاديه، على صاجه مثلا كده واسيبها. كل ما بتقعد كل ما الرزايه بتطول معايا، والحبايه بتطول وبتطلع الرزايه منفوخه وحلوه وليها طعم مميز جدا. ابتدت الشعريه تلون عندي اهيت بالشكل دوت، وادي معلقه الزبده هنا اهيت، والقرفه صديقه الشعريه كده. القرفة عندي هي صديق للشعرية، تمام كده، لما بنكون بنفلفلها سواء في الحادق أو في الحلو. لكن النوع ده مميز جدا، بوصيكم بيه، يعني من الحاجات الجميلة قوي. يلا يا سيدي كده، البصل بنجيبه بنقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، مع الفلفل، مش لازم فلفل الوان طبعا، مع ان الفلفل الوان سعره مريح شويه دلوقتي، ممكن فلفل اخضر بس، ممكن بصل، ممكن جزر شرايح او مكعبات، بس يكون الجزر مسلوق هو البسله. شايفين ايديا في الشعريه على طول ازاي؟ عشان كده ما حبيتش اشغل روحي باي حاجه غير الشعريه وبس. تعالى لي بقى هنا كده عشان ننزل بالخضار، وبعد كده القرفه. الصلصه مش قاعده ثابته في الموضوع دوت، لكن بتدي لون مميز معايا للشعرية بالذات لما تكون بالخضار. وادي كده تمام تمام البصل والفلفل كل ما كانوا متشوحين ومتحورين كل ما ادوا طعم مميز جدا. وادي كده بالشكل ده، نرفع كده الغطا بتاع الشوربه ونبدا ننزل بالخضروات بتاعتنا يا دوبك. هننزل دلوقتي بالبصل والفلفل، وادي كده بالشكل ده، تمام تمام وهنبدا ان احنا نحور برضو الخضار هنا، ما حورتوش معايا في الطاسة، من الأفضل إن أنا بخليه كده أهو. هاتلي بقى نار هادية شوية كده، شفنا ما تخلوش النار دايما معاكو عالية، أهي بصوا كده على الخضار لغاية ما يبتدي يدبل معايا مع الشعرية. وضروري لما أجي أسقي الشوربة ما يكونش فيه شعرية على الجوانب. هاتلي كده معلقة قرفة صغيرة، شوية ملح وبساط، وادي الصلصة بتاعتنا، بس مش هنزل بيها دلوقتي لأن الصلصة عبارة عن مادة سايلة. كل ما بنصحكم لما تيجوا تعملوها تكون في حلة واسعة شوية عشان نقدر الخضروات ديت أبقى مالك في إن أنا بحورها، تمام؟ هنبدا بقى ننزل بالشوربه دلوقتي، بس انزل بالصلصه الاول. وهندي الشوربه بتاعتنا بالشكل ده كده، ما نزودش، يا دوبك يا دوبك تغطي بس الشعريه.
ومش نلاقي شويه شوربه بقى فايضين مني؟ اعملوا حساب بقى الخضروات انا او منزل بيهم، لا ممكن يعجنوها. هنا الخضروات انا يا دوبك غطيت الشعريه بس، ما عملتش اقل من الرز المصري كمان. مش هنا بقى اقوم ايه او مدي شوربه تاني؟ لا انا يا دوبك غطيت الشعريه وسبت عندي الخضار ده هينزل معايا ايه، هينزل معايا الميه بتاعته. انزل لي كده بس كده، وبعدين يا شيفنا وبعدين كده الموضوع كده معانا تمام. وهات لنا الغطا بتاعنا كده. هنبدا نهدي النار بتاعتنا يا مدام ناهد. اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازي حضرتك شيف محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ ربنا يبارك فيك يا رب على كل يكرمك. حاجه بتعملها لنا وكل الجديد منك يا شيف محمود. ربنا يبارك في عمرك يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليك والله. الله يخليك. كل اكلاتك جديده وكل يوم احلى من اليوم اللي قبله. ربنا الله يحفظك يا رب. من ذوق سعادتك والله. الله ربنا يكرمك. بعد أمور. اذنك ليا سؤالين. سعادتك تأمري امر طبعا. ربنا يبارك لك يا رب. المخ انا بعمله بانيه، يا ترى في طرق تانية مختلفه ليه ولا هو بس البانيه بس؟ هقول لك على حاجه، هو طبعا البانيه هو اقيم حاجه. لكن انا ممكن بعد ما اسلقه واسيبه يسقع شويه، بسلقه على نار هاديه مع فص ليمون كده ومعلقه خل وشويه ملح. ببتدي اسيبه يسقع وبعدين ابتدي اقطعه شرايح، وممكن احمره في الزبده، ممكن اعمله بصوص الليمون، بس اقيم حاجه ليه هو ان احنا هو نعمله البانيه. الله يفتح عليك. الله يفتح. طب معلش ربنا يخليك. السؤال الثاني ربنا يخليك. تحت امرك. القرص الطريه او القرص اللي هي مقرفه وسكر، ايوه، اديها عجنه خفيفه ولا اديها عجنه جامده زي المخبوزات؟ انت ما بتقلبي الزبده مع اللبن والخميره والملح والسكر، خلي الملح مع الدقيق يا دوبك. الكلام ده انا بلفه وببتدي انزل بالدقيق يا دوبك، تتعجن معايا وتلم روحها خلاص زي الكحك يعني. الله يفتح عليك. ربنا يخليك يا رب ويعزك ويديك الصحه يا شيخ، ودايما واقف كده على رجليك بصحه وعافيه يا رب. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب، تسلمي لي. حطينا الشعريه على نار هاديه هنا كده، نهدي النار شويه. طالما البخار ده طالع ما قلقش، طالما البخار ده طالع انا ما قلقش. وبعدين يا شيف هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي نوع من انواع العجين، هو شبيه الحواوشي بس هو احلى من الحواوشي، وحاجه قيمه قوي جميله قوي. هنقول الاول المقادير بتاعته عشان نرجع بعد الفاصل بتاعنا نشوف هنعمله ازاي وازاي هنعجل العجينه عشان اللي هو الفطير بالبطاطس واللحمه. فطير بالبطاطس واللحمه المقادير بتاعتنا عباره عن ايه وركزوا فيها. المقادير او الطريقه سهله جدا جدا بس هتعجبكم باذن الله. بيكون عندي تقريبا في حدود 400 جرام من الدقيق. ننزل بمقاديرنا كده استاذتنا الغاليه. 200 جرام من الدقيق، مش مهم كفايه النص يعني، 10 على النص. 2 معلقه كبيره من الزيت او 15 مللي من الزيت، الجماعه اللي بيحبوا الميزان. 80 مللي ميه مغليه، 70 مللي ميه دافيه. ال 70 وال 80 دولت قد ايه؟ 150 يعني كوبايه الا ربع، يعني كوبايه الا ربع. و 200 جرام دي يعني كوبايه. طب ازاي يا شيف محمود الميه هتبقى كتير هنا؟ لا ما الميه هنا بس جربوا هتبقى مغليه. ورشه ملح. ده كده عندي هو العجينه، ده هنا عندي هو الايه؟ العجين. طيب نيجي على الحشو استاذتنا الغاليه. الحشو بتاعنا عباره عن ايه؟ ربع كيلو مفروم ني طبعا، ربع كيلو بطاطس مهروسه، معلقه كبيره من البصل الاخضر لو كانت موجوده، يعني مش موجوده خلاص، معلقه كبيره بقدونس، ملح، فلفل اسود. عايز ادي فلفل الوان، عايز ادي هريسه، وده اللي انا هعمله دلوقتي. المتواجد عندي هو اللي انا هعمله. وطبعا ما عنديش بصل اخضر، بدي بصل فريش، بدي توم بودرة، بصل بودرة، اللي في متناول ايدي هو بس اللي انا بعمله. نرجع تاني كده مخرجتنا الرائعة ونشوف مع بعض هنعمل ايه. طبعا هغلي المية الاول عشان اعجن بيها، هغلي المية عشان اعجن بيها، وادي الزيت وادي الملح، وكده احنا جاهزين للعجن بتاعنا. ونجيب الميزان بتاعنا. هناخد الاول الفاصل بتاعنا، نرجع بعد الفاصل تكون الشعريه عندي استوت، ونعجن العجينه ونشوف هنعمل ايه. فاصل واعود لحضراتكم.
اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا الشعريه ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق، هنكشف عليها كده ونبص بصه ونبدا بالراحه من الجوانب كده. الشعريه يا جماعه ما تتقلبش كده، هي او الرز باجي من الجوانب كده وابتدي اقلب، ونرفع بسرعه من على النار عشان انا مش عايزها تستوي اكتر من كده. تمام تمام. وفي نفس الوقت هاتي دي هنا كده وهاتي دي كده. اللي انا عايز اقوله لكم ايه؟ وهاتي دي كده وكده. في نفس الوقت مش عايز الشعريه تستوي قوي وما تبقاش متغطيه. ليه؟ البخار بيسوي لي الحاجه، ده انا سامعك، ده انت كروان يا امل، يا سلام. يلا بينا يلا بينا. هنبدأ دلوقتي نعجن العجينة بتاعتنا. المية عندي غليت، هنجيب الميزان. كروان يا ممدوح، سامعك. ما هو معنى بقولك كروان معنى ان انا سامعك يا ممدوح. هنحط كده الدقيق، ادي 200 جرام وادي الزيت وادي الملح. وبعدين الميه تكون عندي مغليه مغليه، هنبدا على الميزان ننزل ب 80 ميه، اللي هو ما يعادل نص كوبايه كده. 80 طبعا احنا لو اشتغلنا بميه ساقعه 80 احنا لو اشتغلنا بميه ساقعه ايه اللي هيحصل؟ المفروض ال 200 دقيق ياخدوا مني 105، هنا انا بدي 150 دقيق، 150 ميه. ال 200 جرام دقيق ياخدوا مني 105 مثلا، ياخدوا مني 100 ميه، هنا انا بدي 150. دي تبقى زي عجينه عيش زي عجينة العيش بقى اللي هي الإيطالية، العجينة أو عجينة العيش الفلاحي. هناخد 70 مية دافية. عايزكم تبصوا على العجينة كده. سبعين مية عادية دافية. موضوع إن شاء الله بإذن الله. وآدي السبعين. طبعا لو عندي خميرة، مش هقدر انزل بالمية كده في الخميرة عشان هتموتها. عايزكم تبصوا على العجينة كده هتلاقوها ايه؟ مفرولة، معايا. خلاص خلاص يا شفت. وبعدين انزلي بقى بالمية كده اهي كلها مرة واحدة، ولازم العجينة دي ترتاح معايا شوية، يلا بينا نعمل الحشوة بتاعتنا، ادي كده وادي كده. اللحمة ادي كده، البطاطس انا مجهز طبعا، دي هتعمل لي رغيفين حلوين. شايفين الكمية بتزيد ازاي؟ شوية فلفل لو حبيت، شوية بقدونس، بصل، هريسة، ونحط ملح وفلفل اسمر. ونبص على العجينة كده اخبارها ايه؟ نزود لها شوية. ادي الفلفل الاسود وادي الملح بتاعنا. وابدا اهرس الكلام ده كده. شايفين؟ طبعا الكميه البطاطس المهروسه مع اللحمه ادت اولا كميه كويسه جدا. هنعملهم كورتين او تبع ما يطلع معايا يعني. ادي كورة مثلا
وادي كوره. تمام؟ اللحمه مع البطاطس، وبعدين يا شيفنا وبعدين. بص العجينه لمت ونضفت العجان ازاي؟ خلاص؟ هناخد العجينه دي نقطعها برضو كورتين، ما فيهاش خميره يا جماعه. قد الكورتين دول. افصل لي هنا كده الاول يا شيفنا. خلي لي ايديا كده مطرح اللحمه الاول، وهات لي هنا دقيق. ادي اللحمه. ليه بقى؟ ليه انا بدرتها بدقيق كده؟ عشان ما تفصلش عن العجين. ما تفصلش عن العجين. يعني ايه ما تفصلش عن العجين؟ مش فاهمين يا شيف محمود. وادي اول عجينه اهي. غير لي بقى الكلفز كده وكده. مش عايزه تفصل عن العجين معايا، ولما اجي اقطع ما تبقاش دي لوحدها ودي لوحدها. بيكون عندي طاسه على النار بسخنها، يعني انا حتى لو هعملها على جريل هعملها معاكم على الطاسه عشان كل واحد في البيت يقدر يعملها. وبعدين يا شفنا هنبدا نجيب كده. ادي الكوره اهي، ونلم العجينه كده عشان نقفل كده. يا مدام الهام، مدام الهام اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. الو، ازيك يا مدام الهام؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت يا شيخ محمود؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي لي. كل سنين عمرك وانت طيب، وكل وقت وانت معانا على طول يا شيخ محمود. ربنا يكرمك يا ست الكل. تسلمي لنا يا رب. تسلمي. ما نتحرمش من وقفتك ابدا، ولا من طلتك الجميله، ولا النور بتاع بيتنا والشمعه بتاعت بيتنا يا شيخ محمود. انت ومدام حنين والله. ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. تسلمي لي يا ست الكل. تسلمي. ويجازيك كل خير على وقفتك معانا يا شيخ محمود. ما نتحرمش من حضرتك. سنة جايه ان شاء الله كده تكوني في الحرم باذن الله. على ان شاء الله صحبه مع بعضنا باذن الله، واكون خدامه ليكوا والله يا شيخ محمود. الله يكرمك. على دماغي. والله اكون خدامه معاكم في المكان الجميل بتاع ربنا دوت. ونعمه بالله. والله امبارح على الفيس شفت لك بوست، فقلت يا رب اوعدها بحجه والله العظيم. بكتبها والله يا شيخ محمود، ويا رب ربنا ينولها لنا جميعا ونكون مع بعضنا صحبه ان شاء الله. ربنا يكرمك ويبارك لك. الله يبارك في عمرك وما تحرمش من دعوتك الجميله دي ليا يا شيخ محمود. الله يكرمك يا ست الكل. تسلمي لي يا رب. وليا سؤال صغير عند حضرتك قوي يا شيخ محمود، وبمناسبه بقى ان احنا اكلنا اي حاجه دلوقتي، فبقول لحضرتك انا عندي قطايف في الفريزر يا شيخ محمود. قطايف؟ فانا عايز اعملها بيتزا، هل هي تنفع ان انا اعملها بيتزا؟ هي طالما في الفريزر يا مدام الهام للاسف انها مش هتنفع معاكي. ما تنفعش بيتزا يا شيخ محمود مفروده كده زي البيتزا الصغيره؟ ايوه، هو ممكن تعملي بيتزا لو كانت القطايف فريش طبحه. الله يفتح عليك. طب امال يعني هي ما تنفعش حاليا؟ ده لو املي كله في ربنا ثم حضرتك اللي انت تقول لي تنفع، واقوم اسحبها دلوقتي واقوم اعملها. والله يا مدام الهام هي هتطلع من ايد ساعتك زي الفل. لا ربنا يخليك، ربنا يبارك في عمرك. انت اديتني خلاص الافاده الصح يا شيخ محمود. خلاص عشان بس عشان ما بقاش بضحك على حضرتك. لا خلاص ربنا لا انت عارف انت قدوه حسنه عندي يا شيخ محمود، وانت عارف كلامك عندي ايه. الله يكرمك يا ست الكل. تسلمي لنا والله. اشكر افضالك يا شيخ محمود، والسنه الجايه تكون فرحان كده بالدكاتره واولادك، وتكون فرحان بالباشمهندس الطيار محمد ان شاء الله. الله يكرمك. يسمع من بوقك ربنا. انا بقول له ان شاء الله تخش طيران عشان تبقى دعوه مدام الهام اتحققت كلها. ربنا يكرمك. ست طيبة وفاضلة وقلبها أبيض وعلى سجياتها تقريبا كل مشاهديني. يعني هنا العجينة سبتها ترتاح شوية، بس مش كتير، يعني أنا عايزها تقعد كتير شوية، بس ما علينا. العجينة التانية المية لسه سخنة، عارفين لما تبرد بقى هتبص تلاقي الدنيا إيه ماشية معاكوا زي الفل. ده هي. تمام، حلو قوي. الله يفتح عليك دنيا وآخرة. يا سلام عليك يا غادة، أنا مش عارف من غيرك أعمل إيه يا غادة. هنيجي هنا كده وابتديت افرد. افرده وانا بفرد البصله الفلفلايه قطعت لي العيش، يعني من فوق هنا كده العجين، ولا يهمكم من حاجه ولا الدنيا هتقف عندي. ها طب شوف محمود ما نديهاش خميره؟ لا، دي اصولها كده. وادي كده وهنيجي هنا كده
ونقوم عاملين كده. تمام؟ تمام. اشيل العجان كده عشان الاستاذ برديس يبقى الدنيا معاها واضحه وحلوه واحنا نبقى واقفين مرتاحين. وبعدين النار اخبارها ايه؟ مش عايزين نار عاليه قوي شفنا؟ لا كده كويسه. وبعدين هنيجي برضو على التانية دي ارتاحت معايا اهيت. سن دي صغيره قوي كده اهي وبالشكل ده علامه زائد اهو. واهو واهو وهاتهالي هنا كده. يلا بينا يلا بينا. هاتلي ده كده وتعالى نبص هنا كده. خلي لي دي في الطبق ده كده. ايه الاخبار؟ زود لي النار شويه كده شفت. يبقى ادي الشعريه وادي العيش وادي الطاسه كده قدام مخرجتنا الرائعه. وشفنا الدنيا عامله ازاي. سلام عليك يا غاده. سلام. مفيش بعد كده. مفيش بعد كده. نبدا نجيب حاجه كده نقلب بيها بالشكل ده. ها ايه الاخبار؟ مش لازم استنى ما الوش ده يحمر. بصوا عليه بقى كده ولا تقولوا لي رقاق ولا ده. ويا سلام بقى، مش عايز بقى ان ايه نفرم لحمه بقى حمرا صافي. انا عايز الدبرهات. انا عايز الدبرهات. الدبريه مع اللحمه الحمرا كده هتديكوا طعم غير عادي. هتديكوا طعم غير عادي. طيب يا سيدي وبعدين هات لنا كده يا شيف محمود نهذب المكان كده عشان يبقى المكان ايه اللي انا واقف فيه مهذب. يبقى زي ما احنا شفنا. طب ايه يا شيف محمود ليه ما عجناش بميه من الحنفيه زي ما اتعودنا دايما؟ ليه احنا خدناها كده بميه مغليه والعمايل ديت؟ في عجاين زي بلح الشام مثلا، انا ما اقدرش ان انا اخد عجاين عاديه استغفر الله العظيم من كل ذنب. ما اقدرش ان انا اخد عجاين عاديه. عجاين عاديه يعني عجينها دي وميه وملح وبعدين بعد كده اديها البيض اللي هي عجينه الشوق او عجينه بلح الشام. لازم انها تستوي على النار عندي. لازم انها تستوي على النار عندي. فدي نفس القصة أو شبيه ليها. نبص كده ونشوف الدنيا فيها إيه ونبدأ نقلب كده. طب اللحمة اللي جوه هتستوي هنشوف مع بعض. ها إيه الأخبار؟ تمام كده؟ تمام يا شيفنا. نبدأ نغرف الشعرية بتاعتنا. إيه رأيكم؟ شايفين؟ عشان كشفت عليها بتفلفل، تبقى مفلفلة أكثر. شايفين الخضار عامل ايه وبيديها ريحه غير عاديه وطعم غير عادي. ها ايه الاخبار هنا؟ حلو قوي. يلا شغاله. تعالوا كده نجيب طبق كده من الاطباق الحلوه ديت ونبدا نغرف الشعريه. لو انا عايز احط في الطبق بتاعي او هنا يكون في فراخ او كفته او اي حاجه انا عايز تكون موجوده عندي كحاجه للصنف ماشي، عايز اخليه كده لان هاكله عندي صنف بروتين هيتعمل. يا اهلا وسهلا. نرجع نيجي كده. شايفين باخد رغيف على الوشين ازاي؟ بصوا على منظره كده. لو ما لقيتوش تحفه قولوا لي ده مش تحفه يا شيف محمود، ده مش حلو. يعني ده لا حصل حواوشي ولا حصل ان هو يبقى بالعيش البلدي ولا بالعجينه خمرانه. وادي الشعريه بتاعتنا كده اهي. زي ما قلنا ان احنا الميه عندي من الخضروات بتنزل تغذي، عشان كده انا مش عايز احط فيها اي حاجه. اما تيجوا تعملوها ولا فراخ ولا اي حاجه. جربوا كده طعمها بالشكل ده وبالطريقه دي هتبقى من روعه. عايزكم تبصوا على عيش كده او الشبيه الحواوشي اللي بيتعمل واخد بطاطس ونتعرف. مش معنى زي ما قلت لحضراتكم مره ان انا عندي كم كبير من اللحمه
ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل كده الخير في بيوتكم، ان انا ابتدي ان انا اكتر وافتري في الحاجه اللي عندي، لا برضو انا هبتدي اخد بحساب، هبتدي اخد بحساب كم اللحمه اللي انا هستخدمه، ابتدي اخد بحساب واعمل حسابي اللحمه البيضه تنفع في ايه، تنفع في ايه في يوم اللي فيه لحمه سودة. هنبدا نقلب كده، يعني نعمل حساب يوم يكون انا مثلا ما عنديش فيه، زي ما بقول لكم ما تكتروش، ان احنا برضو بنقتصد في كل حاجه وده افضل حاجه. شايفين المنظر كده بقى عامل عندي ازاي، والرغيف ده يطلع بيتقطع على اربعه. استوى العيش ده يا شيف محمود؟ طبعا استوى باذن الله. ايه الاخبار هنا كده؟ تعالي لي اهو. ها يا ترى من غير خميره ناشف العيش مقدد؟ في اي حاجه؟ في اي حاجه؟ ها اهو شايفين العيش بيتني ازاي؟ زي الفل، وبيبقى طعمه زي الفطير. حط لي بقى الرغيف التاني كده، ونقول لمخرجتنا الغاليه، بس انا اديت زيت، اديت شويه زيت كده تحت، نقول لمخرجتنا العظيمه تنزل لنا مقادير اخر صنف، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. مقادير الصنف الاخير بتاعنا عباره عن ايه يا شيف محمود؟ بيكون عندي اهو اخر صنف مفيش غيره، انا عندي بلح وتين وعنب. خدنا البلح والتين، يتفضل ايه؟ يتفضل الموز. بالظبط كده، سلام يا شيف محمود، يا سلام عليك. يبقى احنا دلوقتي المقادير بتاعتنا عباره عن نص كيلو من اللحم، يكون عندي معلقتين كبار من البصل، عندي ملح وفلفل اسمر، يكون عندي معلقه كبيره بقدونس، كوبايه من اللي هو الكوتينج بقى، كوبايه دقيق، اتنين بيض مخفوق، كوبايتين من البقسماط، وخلصت القصه، وزيت سخن عندي، وزيت سخن عندي. نركز مع بعض ونقول المقادير تاني، يلا بينا نقول المقادير تاني، يلا بينا. نص كيلو من المفروم، معلقه صغيره نعناع، بيضه، كوبايه من البقسماط، معلقه كبيره من البقدونس، ملح وفلفل، كوبايه دقيق، واتنين بيض مخفوقين، واتنين كوب بقسماط، وخلص الموضوع عندنا. نرجع نبص تاني كده على الرغيف واحده واحده كده معانا، وهتلاقوه ايه، برغم ان ما فيهوش خميره هتلاقوه بيتنفخ، هتلاقوه بيتنفخ. ايه رايكم لغايه ما الرغيف ده يستوي كده؟ هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا العيش او الحواوشي، عايزكم تبصوا عليه كده، ها شايفين الرغيف عامل ازاي؟ ها كده الدنيا تمام؟ تمام يا شيفنا، ارفع كده وهات لي الكلام ده هنا كده، شايفين الرغيف عامل؟ تسلم ايديك، عيلك واحد يا دودي، الاثنين عينهم لك. حاضر 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 يا غتي، اموري اوام. لا ما هو المخرج والمخرجه هم ياكلوا، هم ياكلوا اهم حاجه، هم يشبعوا، هم ما ياكلوا احنا كلنا خلاص يا دودي. ولو احنا اللي يعجبك بس. هنبدا نخفق، انا اكلت منكم حاجه في الفاصل طبعا، انا ايه عجنت اللحمه بالمقادير اللي قلت لكم عليها، وسبت البيض والدقيق والبقسماط، ممكن احشيها جبنه، ممكن احشيها جبنه. استاذه ميرفت اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي ما عليك يا ست الكل، كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بالف صحه والف خير يا رب. تسلمين. انا على فكره على التليفون قبل الفاصل. ماشي، فاتوره التليفون علينا يا مدام ميرفت، خلاص ما تقتتناش يا مدام ميرفت، ما تقتتناش. ها اموري اوامر. بس بقول لحضرتك عايزين قبل العيد بقى الرقاق الناشف، الرقاق الطري والسبرينج رول وكده. عينيا، ايه تاني؟ ربنا يديك الصحة يا سيدي. هو كل سنة وأنت بخير وبالصحة يا رب. والأسرة الكريمة كلها بألف خير. ربنا يكرمك يا رب. ما تنسناش بقى بكيلو اللحمة بقى، ها؟ بص هنا، هنا بيفقدوا، هنا السكة بتقفل وما بيسمعونيش، هنا ما حدش بيسمعني. وتبقى ايه المشاهد معايا لسه على الخط بقى، ايه بتقول ايه؟
ايه ده الخط قطع، الشبكه فصلت. الواحد لما يجي يطلب طلب ماشي يا مدام ميرفت مردود لك، ولا في رقاق هيتعمل ولا في حاجه هتتعمل. لو عايز احشيه جبنه احشيه جبنه، ايه المشكله؟ احنا بيتحكم احنا في، طبعا مدام ميرفت من المشاهدين الجمال اللي معايا في كل قناه رحتها، وربنا يكرمها ويبارك في عمرها يا رب. بناتها ما شاء الله، الله اكبر لا قوه الا بالله، اطباء، ولما بيجوا اجازه من السفر ويسافروا تقعد تتصل بالشيف محمود تقعد تعيط، فبيجي لها اكتئاب يا عيني، وانا اقعد اصبرها بقى. مش عارف، سبحان الله الام بتحب بصوره غير عاديه. هنا لو انا حبيت ان انا طبعا ممكن على طول اشتغل على طول، لو حبيت ان انا احشيها مثلا بالجبنه، حطيت ميه حطيت بيض مثلا، وادي الجبنه شيدر موزاريلا ما فيش اي مشاكل ابدا. عايز احط مثلا اللي هو سلامي احط، مفيش اي مشكله. هنا انا بالكيس بتحكم اكتر، الزيت يكون سخن عندي. في البوفتيكات يا جماعه اللي هو الاسكالوبين عشان بيتقطع رفيع لازم قلنا نص كوبايه زيت معلقه زبده، لكن هنا ده يعتبر بمثابه كفته. حد ابتكره على النت على اليوتيوب على اي حاجه من السوشيال ميديا، عجبتني الفكره خلاص، عجبتني الفكره، كنتش اعرفه بصراحه، واول ما شفته برضو بقيت اقول ايه ده، ايه الاختراعات اللي ما يعلم بيها لربنا دي. بس ما عجبتني الفكره، والكفته اللحمه تكون مظبوطه وتكون حمراء صافي، فلما عجبتني الفكره ابتديت ان انا اعملها. بس ما بقولش عجبتني الفكره هاخدها في قناتي، انا بقول عجبتني الفكره وهنفذها. فيش طبق كبير يا اولاد؟ فيش. نبدا ناخد بقى شويه دقيق كده، ليه؟ عشان الدقيق يعمل لي تماسك مع الكفته. تلاحظوا في الاسكالوب بانيه، في الاسكالوب بانيه ما بديش ايه، ركزوا معايا بس في اللي بقوله ده يا جماعه الله يخليكم. في الاسكالوب بانيه انا ما بديش، هات لي طبق واسع عشان ما يهرليش دي اهو، ما بديش دقيق. نقول تاني، في الاسكالوب بانيه انا ما بديش دقيق. خلينا دي ساده، خلينا دي ساده. في الاسكالوب بانيه ما بديش دقيق، بيدوا بوصمات عشان ما ينطرش منكم البوصمات. ماشي، ركز يا شيف محمود شويه، انا مركز بس انا عايزكم انتوا تركزوا في اللي عايز اقوله لكم ده، وده اللي خلاني اتشتت. ايه هو؟ ان لما نيجي نعمل ده، عشان انا لما خدت الفاصل بس وعجنتها اللحمه هتبقى طريه في البوفتيك. طب اعمل ايه يا شيفنا؟ برافو عليكم. ادي على نص كيلو لحمه مفرومه، ممكن اديها لغايه بيضه وكوبايه بقسماط. قول لا، قول لنا المعلومه دي تاني يا شيف محمود. مش انت بتقول البقسماط هيبقى عامل زي العيش؟ لا، ولو ما عنديش بقسماط ممكن ابل رغيف عيش فينو، ده كده اللي هو الايه بالجبنه، ممكن ابل رغيف عيش فينو واعصره كويس قوي واضيفه، يمتص لي الميه اللي جوه ويديني تماسك، ويديني تماسك. وادي كده شايفين حته اللحمه متماسكه، انا عايزكم تركزوا بس عشان لو جيتوا انتوا تعملوها في البيت هتبقى مهلبيه، مفروم معصج. طب التماسك ده جاي منين يا شيف محمود؟ اللي انت ده انت بتمسك حته الكفته كده ولسه هتفرد وبتديك فعلا تماسك، ده جاي منين ده؟ ده جاي من ان انا اديت بيضه واديت شايفين البصمات اللي انا بعجن بيه ده؟ اديت منه كوبايه. طب افرد اللحمه طريه معايا، افرض اللحمه يا شيف محمود لسه طريه معايا، شايفين لما برفع كده ما بتسقطش مني ازاي؟ المفروض انها تسقط مني حتت. لو اللحمه لسه طريه معايا ادي بقسماط ولا يهمكم، الزيت يكون سخن عندي، انزل لي كده. اهم حاجه في التقليب اكون حنين. في التقليب في الطاسه اكون حنين، شايفين؟ ولما بمسك زي البيبي، البيبي كان زمان يقول لك عشان ما يتمزقش امسكه بايديك الاثنين كده، هو ده اللي بيحصل كده، صح ولا لا؟ بس كده حط لي كده، انما لو انا جدعنت ومسكتها من الطرف كده تقوم ساقطه مني. وادي كده، يلا شفنا خلص الموضوع بتاعنا على خير وعدت. نحمر الكفته ونرش ميه ونقول جبرت ونقفل. صحرا يعني صح. يا استاذه فاتن اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه، وربنا يكرمك على كل الاكلات الجميله الشهيه دي. الله يخليك يا استاذه فاتن، تسلمي لنا، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. الله يخليك. من فضلك بمناسبه الشعريه الجميله، عن ممكن نعمل فريك باللحمه المفرومه؟ يا سلام،
فيش بعد كده حلقات العيد بس قدام شويه كده هتلاقوني ان انا ايه طيب طيب عامل لكم طيب. الحاجات ديت وان شاء الله كل اللي نفسكم فيه ربنا يقدرني واكون انا عامله باذن الله. ان شاء الله ربنا يقدرك زي ما بتكبر بخاطرنا وبتعمل لنا اللي احنا عايزينه. ده انتوا اساتذتي. لا انتوا الله يخليك. لا ده انتوا عظام من قبل ما احنا نتولد يعني. لا خيركم من تعلم العلم وعلم. ربنا يكرمك يا رب تسلمي لي. الله يكرمك الله يكرمك ست الكل. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. هنبدا نشوف حاجه نقلب فيها. لازم اكون ذكي في التقليب شويه. وليكن شوكتين. وادي شوكة تتحس ده سايد سايب لي الشوك كلها اهو. ونبدأ نقلب بالراحة كده طالما انا حاسس انها فيها تماسك. وبعدين عايزين نشوف اللحمة بتاعتنا ال 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 الفطاير دي اتحشت واستوت من جوه ولا لأ. تمام اهي. واحدة واحدة كده. ولازم يكون عندي مناديل اطلع عليها. وادي الرغيف. اللحمة كمان بتبقى ناعمة. نحطها كده قصاد مخرجتنا الرائعة. واو. خلاص؟ ها شق اللحمة لونها فاتح. لونها مميز. هنقدر ان احنا نعمل كل ده ان شاء الله بشكل مميز. ضروري جدا ضروري ان يكون عندي مناديل بطلع عليها الشغل بتاعي عشان طالما قلنا قلينا سواء بوفتيك سواء قلينا اي حاجة تكون عندي كفتة لازم ان انا ابتدي اطلع الحاجة دي على مناديل. هات لنا كده يا شيفنا. ادي كده نحط ده قصاد مخرجتنا الرائعة. وهات لي طبق كده نطلع عليه الاخبار. انا عايز الجبنه اللي جوه دي تسيح. شايفين حتى حته البفتيك محمله ازاي؟ فاضل قد ايه مخرجتنا الرائعه الاستاذه غاده؟ حلوين قوي. ناخد دقيقه كمان في التحمير وبعد كده نرفع الكلام دوت. هنجيب شويه بقدونس كده اي بفتيك نديله فرشه بقدونس. وادي كده بالشكل ده كده شويه بقدونس هنا كده. وبعدين نرفع دي كده ونمشي كده. شايفين التماسك اللي فيها؟ هات لي منديل كده شفنا. كانت عايزة شوية ديت. كانت عايزة شوية. كانت عايزة تقعد على النار شوية. وهات لنا دي كده. خلاص؟ محدش يقدر يقول انها غير انها لما يشوفها يقول انها بفتيك. تعالى كده. والله بنت حلال مصفي الواحد بيرفعها بالشوكة زي حتة اللحمة. وهات لنا الزيت كده. ونطفي النار بتاعتنا بالشكل ده. زي ما شفنا كده الغداء بتاعنا النهارده كان بسيط جدا مفيهوش اي حاجه. خلاص بتالي حضراتكم دلوقتي بقيتوا محترفين يعني. ناخد المنديل ده كده وادي ننشف جدا كده. استوت تماما اهي. محدش يقول بقى ايه دي نية يا شيف محمود. طبعا انتوا عارفين انا بالنسبة لي الاكل يطلع مستوي يطلع ني يطلع الفراخ فيها دم لسه ما بتفرقش معايا. المهم الطريقة الفكرة اللي فيها ايه. الفكرة اللي فيها ايه. نفذوا الفكرة. عملية الوقت دي عندكم في البيت بتقدري حضرتك ان انت تاخدي الوقت تعملي لاولادك احلى حاجة. ده كده كان اسكالوب او بوفتيك من المفروم. اشتغلنا من المفروم حاجات كتير. الفطار اللي انتوا شايفينها دي شايفين اولا العيش ما فيهوش لبابه. شايفين استاذه غاده جايبه لنا عليه ازاي؟ ما فيهوش لبابه ورقيق ومقرمش كده واخد قرمشه. اللحمه فاتحه.
البطاطس مش حاططها جدعانه ان انا اوفر بيها، لا انا حاططها بتديني طعم، بتديني طعم. نفس القصه الرغيف اللي معانا دوت، ما جيش بقى لا حد معلش عشان الارتكاريا اللي بتجيلي ديت، يا شيف محمود روح اتعالج من الارتكاريا، هلاقي رش لي على الرغيف الحواوشي بقدونس، تعال رش هنا شويه بقدونس اهو، ادي الكفته ايه هرش عليها شويه بقدونس، ماشي دي بنت حلال مصفي بتقبل البقدونس هي والسمك والكفته المشويه، انما ما جيش على الرغيف الحواوشي او الرغيف الفطار ده، ما حدش ابدا يا جماعه يرش على معجنات بقدونس او جرجير او كلام من ده. بكتير وبكتير وبكتير، وطرنش طماطم طرنش خيار خيارتين مخللين بس، ما اجيش ارش على الشعريه دي بقدونس وانا هنا بوظت العزومه اللي انا بعملها. يا سعادتك لما تعملي عزومه ما تزعليش مني، انا اخوكي وانت عارفه، ما اجي اعمل عزومه واطلع رقاق، اطلع ابص لها على الرقاق قشر الطماطم، ابص الاقي على الرقاق جزر وخيار كده يعني ميكي ماوس كده، ابص الاقي هنا رقاق زي كده او حاجه زي كده مرشوش بقدونس. ليه؟ البقدونس ليه عله في انه يكون فرشه، البقدونس بيحفز في عمليه هضم الدهون، فعشان كده الكبابجي دايما يستخدم بقدونس لان لحمته كلها دهون، انما احنا بما ان لحمتنا يبقى نصها دهون او ربعها دهون فبنستخدم البقدونس، وياريت تاكل من البقدونس على قد ما اقدر لانه بيعمل على امتصاص الدهون في الجسم وفي المعده، فبيخفف علينا ان الجسم يبدا ان هو الدهون ديت مش عمليه انها بتتعبه بس او عمليه انها بتتخزن او كده، يبقى البقدونس للتخسيس، وكانوا يمسكوه شركات الادويه يعملوا منه مش عارف ايه ويقول لك البقدونس للتخسيس ويعملوا منه برشام ويبيعوه ب 500 جنيه. فبقدونس دلوقتي بقت بجنيه مش مشكله ابدا، ناكل بقدونس نحطه في السلطه مع الطماطم والخيار، لا الدنيا معاكم زي الفل. ربنا يكرمكم ويجعلكم بالعالي، كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.